بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في جوله جديده من جولات استوديو الابطال. النهارده عندنا يوم حافل من الاحداث الرياضيه، هننقل لحضراتكم مباراتين على الهواء مباشره. المباراه الاولى مباراه الكره الطائره رجال الاهلي وسبورتنج في الجوله الخامسه في المجموعه الاولى لدوري الممتاز للكره الطائره رجال، والمباراه ستقام على صاله الامير عبد الله الفيصل في تمام الساعه الرابعه، يعني بعد حوالي ساعه من الان. وهيكون طبعا اكيد في استوديو تحليلي، وهنتناول كل المباراه او المباراه بكل جوانبها الفنيه. الحقيقه النهارده عندنا في مجموعه من الغيابات، هنشوف هنحط الضوء على الامور دي، وهنحط الضوء على الامور او الجاهزيه الفنيه للفريق سواء للنادي الاهلي او سبورتنج. دي مباراتنا الاولى اللي هنقلها لحضراتكم على شاشه قناه النادي الاهلي النهارده، ولكن المباراه الثانيه تاتي بعدها بفتره ان شاء الله، هيكون مباراه القمه في كره السله، مباراه الذهاب الاهلي والزمالك. المباراة ستقام الساعة 9:15، عشان كان في كلام كتير مباراة 8 لا 9:15، لا المباراة الساعة 9:15. وامبارح وصل خطاب من اتحاد السلة بتأجيل المباراة ساعة وربع لأمور يعني متعلقة بالبث. المباراة ستقام أيضا على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. المباراة تأتي في الجولة الرابعة في دور الترتيبي لدوري السوبر، انتوا عارفين حضراتكم انه دوري السوبر عباره عن 8 فرق، دي الجوله الرابعه. النادي الاهلي بياتي في ثاني الجدول، النادي الزمالك ياتي في اخر الجدول المركز الثامن، ولكن كما تعرفون والكل عارف ان دي مباراه قمه، بيبقى ليها حسابات اخرى غير الحسابات الفنية. إن شاء الله نقلها لحضراتكم على الهواء مباشرة، وسينطلق الاستوديو التحليلي الخاص بمباراة الأهلي والزمالك الساعة 8:00 مساء، وإن شاء الله نقلها لحضراتكم كل الكواليس وكل الأخبار عن فرقنا. وده الحقيقة العهد اللي قطعناه على أنفسنا منذ انطلاق برنامج الأبطال، إحنا نكون بقدر استطاعتنا مع أبطالنا في كل مكان. الحقيقة تاني بحب أكرر، أول مباراة هي مباراة الكرة الطائرة إن شاء الله الساعة 4:00، هيكون ضيوفه في الاستوديو التحليلي كابتن كريم جمعه نجم النادي الاهلي السابق ومنتخب مصر، وايضا كابتن حسام شعراوي نجم منتخب مصر السابق والنادي الاهلي ايضا. هنتناول كل الامور الفنيه. الحقيقه اكيد في غيابات، هنقول لحضراتكم مين هي، نفس الوضع بالنسبه لسبورتنج. هنستعرض مع حضراتكم الاربع جولات اللي فاتوا، ايه الامور كانت ماشيه ازاي بالنسبه لكلا الفريقين، هنطمن على فرقتنا ونطمن عليها اخبارها ايه، هنشوف مجموعه الشباب اللي عادوا من الاعاره اخبارهم ايه مع الفرقه، هنوري حضراتكم عن قرب كل شيء. خلينا نطلع لفاصل عشان نستقبل بعد الفاصل نجومنا نجوم الاستوديو التحليلي للكرة الطائرة، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، تاني بعيد على حضراتكم. احنا ان شاء الله هيكون عندنا النهارده مباراتين، المباراه الاولى للكره الطائره رجال الاهلي وسبورتنج في تمام الساعه الرابعه في الجوله الخامسه في الدوري العام، وايضا مباراه كره السله اهلي وزمالك مباراه القمه الساعه 9:15، والاثنين هيتلعبوا على صاله الامير عبد الله الفيصل. ولكن في البدايه بحب ارحب بنجوم الاستوديو التحليلي في الكره الطائره، برحب بالكابتن الكبير كريم جمعه نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق. اهلا بيك يا كابتن كريم. اهلا بيك كابتن هيثم، نورنا في قناه النادي الاهلي. الحمد لله، الله يخليك، شرف ليا انا. شرف لينا يا كابتن، اسم كبير وتاريخ كبير، منورنا في الاستوديو. ربنا يخليك، شرف ليا. معانا كمان نجم النجوم الحقيقه وجيله واحد طبعا نجوم منتخب مصر السابق والنادي الاهلي كابتن حسام شعراوي. اهلا بيك يا كابتن حسام. اهلا بيك كابتن هيثم، منورنا في قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك مزيان. يمكن دي المره الثالثه نتقابل، يمكن كابتن كريم أول مرة يشرفنا، بس إن شاء الله يعني تبقى استفادة كبيرة لي أنا شخصيا من نجوم كبار موجودين معنا في الاستوديو. كابتن حسام، ابتدي مع حضرتك. المباراة النهاردة يعني مباراة قوية أكيد ليها حسابات، شايف إن أهمية المباراة النهاردة من وجهة نظر حضرتك إيه؟ هو طبعا ماتش الأهلي وسبورتنج بيتلعب النهاردة على أول وتاني المجموعة، ماتش كبير جدا. النادي الأهلي كسبان 4 ماتشات، نادي سبورتنج كسبان 4 ماتشات، يمكن خسر شوط واحد بس من نادي الظهور، فده بيدل على اهميه الماتش ان انت هتتصدر المجموعه او مش هتتصدرها. يمكن طبعا الحمد لله احنا فرقتنا قويه جدا، العناصر اللي فيها مميزه كلها لعيبه دوليه، فده هيسهل لنا الماتش شويه. فرقه سبورتنج فرقه صاعده بسرعه الصاروخ فعلا، عامله ماتشات كويسه السنه دي، فده هيخلي لنا الماتش فيه شويه سنه حماس. يمكن هيكون فيه طبعا ان الاهلي هيبقى راكب الماتش والجيم من اوله، بس ده ما يمنعش ان فرقه سبورتنج هتعافر شويه معانا وهتعمل ماتش كويس. يعني توقعات حضرتك ان شاء الله ان الامور تمشي لصالح النادي الاهلي بحكم يعني الخبرات وبحكم الوفره العدديه الحمد لله اللي عندنا في الفريق؟ طبعا احنا عندنا في كل المراكز بتاعتنا وفره عدديه كبيره جدا من اللعيبه، احمد صلاح وعبد الله، زياد اسامه صغير، حمزه الصافي برده صغير، غير طبعا لعيبه مركز 4 كلهم كويسين، ولعيبه مركز 3. يمكن هيبقى فيه شويه غيابات بس فرقه النادي الاهلي، بس دي مش هتاثر تاثير كبير على سير المباراه. نستعرض الغيابات بس ان شاء الله انت حضرتك شايف ان الامور ان شاء الله بالنسبه للنادي الاهلي تمشي او تسير بشكل ان شاء الله احنا نبقى راكبين الماتش من اوله لغايه الاخر باذن الله ونكسب ان شاء الله.
كابتن كريم، يعني راي حضرتك اهميه المباراه النهارده ايه، خاصه الكابتن حسام وضح انه سبورتنج كسب الاربع مباريات بتوعه، برضه شايف اهميه المباراه ازاي؟ طبعا استكمالا لكلام كابتن حسام، يمكن النهارده مباراه الاهلي وسبورتنج هي ختام للدور الاول، مرحله الذهاب ما بين النادي الاهلي ونادي سبورتنج. زي ما حضرتك عارف طبعا الاهلي كسبان الاربع ماتشات بتوعنا اللي قبل كده، ونادي سبورتنج برضو كسبان مباراته كلها، مش خسران غير شوط واحد. فيمكن النهارده هتكون مباراه حماسيه، يمكن الماتشات اللي فاتت يمكن كانت اقل شويه في المستوى، ويمكن حظنا كمان في المجموعه ان الماتشات جايه تدريجيه من الاضعف للاقوى شويه، فيمكن ده ختام للدور الاولاني، مباراه ما بين النادي الاهلي ونادي سبورتنج. وطبعا النادي الاهلي دايما عينه دايما على المركز الاول، فطبعا النهارده عندنا غيابات في الفرقه، بس طبعا القوه الضاربه طبعا متمثله في احمد صلاح وعبد الله عبد السلام موجودين. فالنهارده هنشوف مباراه ان شاء الله يعني تليق باسم النادي الاهلي طبعا، ونادي سبورتنج حاطط نفسه في مكانه بقاله كذا سنه ان هو بيلعب دايما في المراكز المتقدمه، فنقبل النهارده ان احنا نشوف كره طايره حديثه ما بين النادي الاهلي ونادي سبورتنج. طبعا ده في الاخر هيصب لمصلحه المنتخب الوطني باذن الله. طب كابتن، يعني احنا برضو الساده المشاهدين محتاجين يعرفوا نظام الدوري، يعني احنا طبعا وقعنا في المجموعه الاولى، نستعرض اسامي المجموعه ونظام الدوري، يعني بعد ما نخلص ذهابا وايابا المجموعه دي هنطلع فين وبعد كده نطلع فين، يعني محتاجين نشرح للساده المشاهدين وحضراتكم معانا في الاستوديو الدوري شكله هيكون ازاي. اتفضل يا كابتن حسام. هو الدوري السنه دي فيه 24 فريق، تقسموا طبعا اربع مجموعات، كل مجموعه فيها خمس فرق، ست فرق. هيصعد من كل مجموعه ثلاث فرق اول وثاني ثالث، اول وثاني عندنا هيخشوا في المجموعه فيها اول وثاني من المجموعه الثالثه مع ثالث المجموعه الثانيه وثالث المجموعه الرابعه. ده هيبقى المجموعه A، وبعد كده المجموعه B برضو فيها نفس الفرق من المجموعات الثانيه. هنبدا نعمل دوري برضو من دور واحد، هيتصعد منهم اربع فرق وبعد كده يخشوا مع بعض دور نهائي. تمام، وانا يعني هنستعرض اكتر النهائي، انا عرفت انه بقى في بيست اوف 3، بس خلينا الاول نروح، يعني يمكن المباراه اللي فاتت كانت مباراه هليوبلس، كانت في مدينه الشروق وفي رحله العوده للاعبين والجهاز الفني، تعرض لاعب او لاعبنا الكبير والليبرو بتاعنا في الفريق محمد معوض لحادث بسيارته الحقيقه، كان حادث كبير والحمد لله بفضل الله نجا منه يعني باعجوبه، وبفضل الله سبحانه وتعالى نجا منه يعني بشكل اصابات خفيفه يعني. فهو النهارده الحقيقه بيغيب عن المباراه، بس كان لازم يكون معانا في بدايه الاستوديو الكابتن محمد معوض عشان نطمن عليه ونعرف اخباره. الف سلام عليك يا كابتن محمد. ايوه يا كابتن هيثم، ازي حضرتك عامل ايه؟ طمنا عليك، ايه اللي حصل يعني؟ ايه اللي حصل بالظبط يعني؟ طمنا وطمن الساده المشاهدين وطمن جمهور النادي الاهلي. الو كابتن محمد، دي صورة العربية طبعا اللي كان راجع، او السيارة اللي كان بيستقلها او بيسوقها كابتن محمد معوض، وكان راجع من مدينة الشروق بنادي هليوبلس الشروق، وتعرض لحادث، وحضراتكم شايفين حادث كان كبير الحقيقة، والحمد لله يعني ستر الله كان معاه. ويمكن محمد من اللعيبة المحترمة جدا، يا ترى محمد لسه معانا يا جماعة ولا؟ طيب هنحاول نجيبه تاني لان يمكن الشبكه اتقطعت، بس الحمد لله هو في حاله جيده. والنهارده طبعا الجهاز الفني فضل يعني يريحه، لان طبعا عنده جروح بايده وعنده بعض الكدمات متفرقه بالجسم. فمحمد انت معانا تاني. كابتن هيثم ازي حضرتك عامل ايه؟ طمنا عليك، وايه اللي حصل بالظبط وانت راجع من ماتش هليوبلس يا كابتن؟ لا انا عايز اتكلم مع الكابتن سحت والكابتن كريم حبايبي، وانا راجع طبعا للاسف عملت حادثه في اتوبيس، حادثه جامده يعني، حادثه موت، ربنا يعني نجاني منها الحمد لله، طلعنا بس بيها كده بكلمات وورث في ايدي الشمال، والحمد لله ربنا ستر وعدي على خير يعني. طب الحمد لله، يعني يمكن يعني طمنا عليك، انت كنت في السياره معاك حد تاني؟ انت قلت لي انا الصوت ما كانش واضح. لا انا كنت لوحدي. كنت لوحدك؟ كنت لوحدك، ودي يعني. احنا بنعرف اتوبيس دخل فيا، والحمد لله يعني حتى جامده، حادثه موت بقول لحضرتك، ربنا يجيني منها يعني، من ناحيتي كمان يعني فرق متر كان يعني ممكن ما اقدرش معاكم دلوقتي على التليفون، فنحمد ربنا الحمد لله يعني جت في العربيه والحمد لله يعني. طب انت اتصلت بمين بعد فور كل الحادثه يا كابتن محمد؟ يعني هل احنا كنا كلنا مع بعض لسه طالعين من الماتش، فانا يعني كان عبد الله ماشي قدامي، وطبعا يعني في ظرف دقيقتين كانت اللعيبه كلها موجوده والجهاز دور والاتحاد ابو زينه، الحمد لله الناس كلها كانت معايا، و فلما انا كده يعني فقت شويه كان طبعا الناس كلها حواليا، ويعني جابوا الونش واتفقوا مع الاتوبيس وعملوا كل حاجه، فالحمد لله يعني اخواتي الكبار
رجاله النادي الاهلي كلهم كانوا معايا في الحادثه الحمد لله، فكانت ظروفها سهله الحمد لله عدت على خير. طب هل بعد يعني الحادثه رحت المستشفى؟ هل قمت ببعض التحاليل؟ اطمنت على نفسك او بعض الاشعاعات؟ انت عارف الحوادث دي. طبعا زي ما قلت لحضرتك ايدي الشمال اتفتحت، خدت 4 غرز بس ربنا الحمد لله سترها ان كانت سطحيه. طبعا رحت خيطتها في ساعتها، وثاني يوم بقى حسيت طبعا جسمي فيه كدمات كتيره، وايدي الشمال حسيت انها وجعاني، عملت اشعه عليها بس الحمد لله مفيش حاجه يعني جامده الحمد لله يعني. الحمد لله الف مليون سلام عليك، ونرجع ان شاء الله. الف سلام عليك وسلامنا للوالد لانه كان مخضوض عليك جامد جدا جدا جدا. الحمد لله ربنا يعطيك الحمد لله يوصل ان شاء الله. كابتن محمد معوض نجم النادي الاهلي وليبرو النادي الاهلي ومنتخب مصر، الف مليون سلام عليك. كنا بنطمن عليه طبعا بعد الحادثه، والنهارده طبعا اكيد بيغيب عن اللقاء. يعني حسام يعني يمكن غيابات النهارده على راسها طبعا محمد معوض، ولكن سلامته طبعا هي الاهم من كل شيء، والحمد لله ان ربنا سترها معاه في حادثه كبيره زي دي يعني الحمد لله. طب الغيابات مين الباقي يا كابتن حسام؟ يعني انا في الاول كده الف سلامه طبعا على كابتن محمد، الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، وان شاء الله يكون بخير. عندنا غيابات برضو كابتن حسام يوسف عنده بعض الاوجاع في رقبته برضو بيغيب النهارده. عندنا برضو اللاعب المحترف الامريكي بتاعنا مش موجود جوه السكور، في امريكا هو في امريكا هو مسافر ظروف اسريه، زوجته تعبانه بالظبط عنده مريضه، فهو مسافر لها بقاله كام يوم كده اهوت، وهيراجع يعني في خلال يومين ثلاثه. يمكن بس دول اكتر عناصر مؤثره جدا هتبقى موجوده. طبعا بالاضافه عندنا غياب برضو احمد قطب لسه في مرحله التاهيل والتجهيز من بعد الاصابات اللي كانت موجوده عنده. هي دي الغيابات الموجوده عندنا في النادي، بس الحمد لله يعني النادي الاهلي مليان لعيبه كويسه، وعندنا لعيبه صغيره صعدت وتغيير في بعض المراكز، بعض مراكز اللعيبه يعني مثلا احمد عبد العال اتحول من ضارب لليبرو، يمكن هو لعب ليبرو قبل كده في المنتخب، فدي ده مركز مش جديد عليه، فهيكون هيأدي فيه ان شاء الله كويس. الغيابات ديت بتهيألي ان هي برده مش هتأثر في سير الماتش، احنا زي ما قلنا كده برده احنا هنبقى راكبين المباراه من اولها وهنحقق نتيجه كبيره ان شاء الله يا رب ان شاء الله. كابتن كريم شايف الغيابات دي ايه او وضع الفريق في ظل الغيابات؟ هتتفق مع كابتن حسام ان احنا السكواد عندنا من القوه اللي يقدر يستوعب هذه الصدمات؟ طبعا كان على راسها محمد معوض ربنا الحمد لله سلامها معاه وسترها معاه في الحادثه بتاعته، رايك ايه في الاصابه؟ اكيد طبعا الف سلامه على كابتن محمد معوض، وان شاء الله يرجع احسن من الاول. طبعا هو من الركائز الاساسيه طبعا في الفريق. طبعا حسام يوسف من القوه الضربه طبعا للفرقه، برده صانع الالعاب، بس طبعا عبد الله عبد السلام موجود، والناشئ طبعا يوسف مرجان، هو ما بقاش ناشئ لعيب دلوقتي، طلع السنه اللي فاتت اعاره في نادي بتروجيت وقدم مستوى كويس جدا، وبالتالي كابتن محمد مصلحي قدر ان هو يرجعه تاني بعد ما خد خبرات في الدوري الممتاز. احمد قطب برده من القوه الضربه لسه راجع من اصابه، كان عنده مزق في العضله الخلفيه والضمه، فطبعا بقى له فتره طويله بعيد عن الملاعب، فهو لسه بيستكمل مرحله العلاج. عندنا برده الناشئ زياد اسامه موجود دلوقتي من الناشئين المبشرين جدا جدا للنادي الاهلي. فاحنا عندنا سكواد يعني عندنا 18 لعيب كلهم بنفس المستوى اللي جوه الملعب، لعيبه كلها منتخب مصر واللي بره الملعب برده، فاحنا ما بنتاثرش بالغيابات قوي عشان احنا عندنا يعتبر اقوى سكواد في مصر وفي افريقيا. بس خلي بالك كابتن، يعني يمكن كابتن حسام كان استعرض معانا الدوري سيد طويل يعني اكيد مش طويل، بس احنا هنروح على بلاي اوف كمان زي كره السله ما بيعملوا، هيبقى بيست اوف 3، يعني لازم تكسب مباراتين من اصل 3 مظبوط عشان تتاهل للدور اللي بعد كده. اذا انت محتاج مش سكواد قوي كمان، ده انت محتاج تخطيط احمال ومحتاج. فالدوري السنه دي بشكله جديد مع الاتحاد اللي جه جديد بقياده الكابتن ياسر قمر، لا الامور شكلها مختلف، اكيد احنا جاهزين لده. اكيد طبعا يعني كابتن محمد مصلحي في كل ماتش بيعمل روتيشنال في السكواد بتاع اللعيبه، يمكن هو عنده القوام الاساسي طبعا ما بيقدرش يستغنى عنه، بس بيدي فرصه للناشئين زي زياد اسامه المباراه اللي فاتت، محمد الحسيني. فاحنا الحمد لله عندنا قاعده كبيره قوي من في الفريق الاول من عناصر الخبره وعناصر الشباب والناشئين، فاحنا مطمنين على مستقبل الكره الطايره في النادي الاهلي بالمجموعه اللي موجوده دي عشان نقدر نحقق انجازات زي في العهد السابق لما دخلنا موسوعه جينيس ب 100 فوز متتالي. فاعتقد ان بالمجموعه دي هنقدر نحقق اكتر من كده بكتير. خلي بالك كابتن، دي برضو والساده المشاهدين دي لقطات حيه من ارض الملعب من صاله الامير عبد الله الفيصل لاحماء الفريقين. يمكن زي ما حضراتكم شايفين خلاص يعني هي الموضوع كله يمكن نص ساعه 30 دقيقه تقريبا وسنطلق المباراه. عايزين طبعا زي ما قلنا يعني ان دي على اول وثاني المجموعه، يعني الاهلي وسبورتنج، الاهلي كسب 4 مباريات، سبورتنج كسب 4 مباريات،
فان شاء الله دي على راس المجموعه، اكيد ده هيريحنا بعد كده يا كابتن. يعني يمكن راس المجموعه انت هتتاهل، تاهل ان شاء الله كاول او تاني، ولكن احنا بنتكلم على ان انت جدولك بعد كده بقى مريح. اه طبعا، يعني هي هو يمكن زي ما قلنا في الاول ان بيتاهل اول وتاني وتالت، فانت لما بتبقى طالع من المجموعه بتاعتك الدور التمهيدي انت اول مجموعه بتبقى الفرقه كلها عامله ليك حساب كبير ان انت رايح مجموعه يمكن شويه هتبقى سهله سنه نوعا ما، ده بيخلي الفرق اللي جايه بتلعبك عامله حسابها وحاطه في اعتبارها ان انت بطل، انت البطل وانت بتاع الدوري بالظبط، وانت بتفرق كلمتك بالواقع مش بالسنه اللي فاتت. يعني بالظبط انت كسبان كل ماتشاتك سكور 1-3-0، فالفرقه بتبقى جايه عامله حسابها ان انت خلاص هي ماتش الاهلي احنا هنفكر بعد ماتش الاهلي هيبقى عامل ازاي. وخليني برضو اقول لك كابتن، تدرج الماتشات، يعني دايما احنا عرفنا ان اللي بياخد مركز اول بيكون في الدور اللي بعده تدرج الماتشات بيبقى من اضعف للاقوى، فبيبقى عندك فرصه ان انت تتدرج بمستواك، ما يبقاش فيه مباريات صعبه وبعد كده تريح، يعني برضو في الوضع ده بيبقى يعني فايده اكيد للفريق. الدور الجاي ان شاء الله بعد ما احنا ان شاء الله هنعدي الدور دوت وهنبقى ماشيين فيه اول، يمكن اخر مباراه هنقابلها هتبقى ماتش الجيش، فانت هتبدا تقابل تالت تاني اول، ففي العبال ما توصل للاول ده هيبقى التدرج بتاعك ماشي كويس، ان انت في الماتش الاخير هتبقى واصل لماتش الجيش، ده يعتبر برضو نهائي مبكر للدوري، فانت هتعرف ساعتها ان انت مستوى الاحمال بتاعتك طالعه نازله، شكل الاحمال بتاعتك شكلها عامل ازاي، فانت ساعتها هتعرف تقيم فرقتك عشان توصل للمرحله النهائيه من الدوري اللي فيها اهلي وزمالك جيش سموحه، هتلاقي الفرقه دي كلها قويه، تبقى انت عرفت القوام الرئيسي بتاعك وعرفت التشكيل اللي انت هتبدا تلعب بيه لادوار النهائي. صحيح، وكابتن كريم يمكن عين على المنافس، يعني دايما احنا بنقول عين على المنافس، ودي هي دي الرياضه، انت بتلعب وبتتمرن وبتجتهد ولكن بيبقى ليك عين على المنافس. يمكن منافسنا كان السنه اللي فاتت هو نادي الزمالك، احنا فزنا ببطوله الدوري، هو فاز ببطوله الكاس، السنه دي الدنيا ايه؟ هل هو هيبقى الوضع نفس الكلام؟ يعني النادي الاهلي دايما هو المنافس، هل مين الطرف الثاني؟ يعني انا فهمت من كابتن حسام شعراوي من وسط كلامه ان نادي طلائع الجيش النهارده السنه دي بحاله افضل، يعني عين على المنافس، رايك مين اللي ممكن يكون بينافسنا بشكل كبير؟ اكيد استكمالا للموسم اللي فات كان المنافس ليك المباشر كان نادي الزمالك، وتقاسم معاك الموسم، انت كسبت بطوله الدوري، هو كسب بطوله الكاس، يمكن السنه دي برده نادي الزمالك هو يمكن خرج من عنده بعض اللعيبه فما بقاش بنفس القوه اللي ممكن تكون عليها السنه اللي فاتت، بس برضه هو منافس قوي جدا. نعم. ودايما لازم يبقى عيننا عليه. طبعا نادي الجيش من الفرق القويه جدا اللي ظاهره بقى لها اكتر من كذا سنه دايما في التوب 3، عندك نادي سموحه برضه من الانديه الممتازه جدا، فيمكن المنافسه مش هتخرج بره اهلي جيش زمالك سموحه. طبعا الاقرب للمنافسه للنادي الاهلي هيبقى نادي الزمالك، زي ما كابتن حسام برضو قال احنا عايزين نبقى اول المجموعه عشان يبقى التدريج للادوار الجايه، كمان تكون اللعيبه المصابه رجعت فيبقى القوام الرئيسي والاساسي للفريق كله مكتمل على الدور قبل النهائي والادوار النهائيه بتاعت الفاينلز باذن الله ان شاء الله. خليني برضو استعرض مع الساده المشاهدين، احنا لعبنا اربع مباريات النادي الاهلي في اربع جولات سابقه، لعبنا الاعلاميين فزنا 3-0، ولعبنا الزهور 3-0، وبعد كده اسكندريه البترول 3-0، هليوبلس 3-0، ودي الجوله الخامسه ان شاء الله نتمناها ان شاء الله يعني فوز نظيف زي الماتشات اللي قبل كده. وخلينا استعرض مع ضيوفنا يعني طبعا الجهاز الفني للنادي الاهلي، لان معانا احنا المراسلين جاهزين يا جماعه مش كده؟ طيب معانا نروح لارض الملعب وزملائي العزيزين محمد توفيق وهنا ابو القاسم من ارض الملعب عشان يقولوا لنا الاجواء ويعرفونا اكتر عن الفريقين. اتفضل يا محمد. مساء الخير كابتن هيثم، تحياتي لحضرتك وضيوف الكرام في الاستوديو نجوم مصر والنادي الاهلي كابتن حسام شعراوي وكابتن كريم جمعه، وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان وكل جمهور النادي الاهلي العزيز اللي بيتابعنا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. تجدد اللقاء وجوله جديده من جولات استوديو الابطال ومباراه الاهلي وسبورتنج في اطار مباراه الجوله الخامسه من الدور التمهيدي الاول او دوري المجموعات الاول. ان شاء الله يعني نكون التوفيق مع النادي الاهلي النهارده ويقدم مباراه كبيره. يمكن نظام الدوري السنه دي جديد لاول مره، هنتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله خلال لقاءاتنا. يمكن الاجواء داخل صاله الامير عبد الله الفيصل هنا من داخل النادي الاهلي اكثر من رائعه، يمكن اجواء وديه جدا ما بين الفريقين، سواء النادي الاهلي النهارده صاحب الارض او ضيفه كمان سبورتنج. يمكن عدد كبير جدا من لاعبي الفريقين اصحاب طبعا في المنتخبات المختلفه، وكمان كان في مجموعه من اللاعبين لعبت في صفوف النادي الاهلي، يعني اجواء اكثر من رائعه ان شاء الله تكتمل ان شاء الله، والنادي الاهلي يعني يحتفظ
يحتفظ بلقبه للموسم الخامس على التوالي، يمكن اخر اربع مواسم النادي الاهلي هو بطل البطوله، ان شاء الله كمان يبقى الموسم الخامس ويحافظ على لقبه. يمكن نخش بقى في الارقام ومشوار الفريقين خلال البطوله مع زميلتنا عايزه هنا يعني هنا برحب بيكي في البدايه، كلمينا بقى على ارقام الفريقين واستعدادات الفريقين للمباراه النهارده. برحب بيك كابتن هيثم وضيوفك الكرام وكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يعني خلاص دقائق قليله بتفصلنا عن بدايه المباراه، مباراه الاهلي وسبورتنج لكره الطايره رجال ضمن منافسات بطوله الدوري. يعني خلوني اقول زي ما قال زميلي توفيق افكركم بمشوار النادي الاهلي في البطوله. يعني النادي الاهلي في المجموعه الاولى اللي بتضم الاهلي سبورتنج الاعلاميين ظهور هليوبلس واسكندريه للبترول. حتى الان النادي الاهلي فاز في جميع المباريات، النهارده دي المباراه الاخيره في الجوله الاولى، ان شاء الله كمان النادي الاهلي يفوز فيها ويكون فاز بالعلامه الكامله في المجموعه الاولى. كمان خلوني اكلمكم عن غيابات المباراه النهارده. يعني المباراه هتشهد غياب اللاعب محمد معوض، اللاعب حسام يوسف، المحترف جاريت توماس، واللاعب احمد قطب. يعني يمكن تكون غيابات مؤثره، لكن الحقيقه لاعبين النادي الاهلي دايما معودين ان اي لاعب في الملعب بيأدي كل اللي عليه وبيكونوا رجال بيلعبوا بس على المكسب. كمان اكيد يا توفيق يعني اي فريق بيواجه النادي الاهلي بيستعد كويس جدا. طبعا النادي الاهلي هو بطل الدوري النسخه الماضيه وهو بطل في جميع البطولات. اتكلمنا بقى عن استعدادات سبورتنج. كان زي ما قلت هنا وكابتن هيثم ضيوف الكرام كل مشاهدي قناه النادي الاهلي، يمكن سبورتنج اختتم بطوله الدوري الموسم اللي فات في المركز الثامن، لكن يعني الجهاز الفني بقياده كابتن صلاح دهب يمكن تدعيمات كبيره جدا في الفريق السنه دي، وده يمكن باين النهارده. يمكن المباراه النهارده على قمه المجموعه، يمكن الفريقين حققوا العلامه الكامله في المباراه السابقه. يمكن سبورتنج حقق الفوز على الظهور واسكندريه للبترول وهليوبلس والاعلاميين، والنهارده زي ما بنقول المباراه على قمه المجموعه. يمكن اتكلمت مع الجهاز الفني واللاعبين قبل المباراه، قالوا طبعا النادي الاهلي معروف باسمه وتاريخه، لكن احنا النهارده جايين نلعب مباراه كبيره، لو التوفيق معانا فاحنا بنلعب على الفوز او على الاقل نقدم مباراه كبيره جدا. مصر كلها تشوف سبورتنج وتدعيماته، يمكن اكثر من تدعيم محمود شحاته قادم من الاتحاد، محمد حسن من الاتحاد ايضا، منعم عماره من الجيش، محمد الدعبوسي من 6 اكتوبر، احمد شعبان من صفوف القناه، وعبد العظيم عامر من صفوف بتروجيت. كانت تدعيمات كبيره جدا باينه على اداء سبورتنج وكمان نتائجه السنه دي. اعتقد ان احنا نشوف مباراه قويه جدا يا كابتن هيثم، وكمان نظام البطوله اعتقد هيفرز السنه دي ماتشات قويه جدا. يعني نعرف منك نظام البطوله اللي بيقام لاول مره السنه دي. يعني فعلا زي ما زميلي توفيق قال المرة دي البطولة هتكون مختلفة جدا. يعني هم 24 فريق تم تقسيمهم لأربع مجموعات، كل مجموعة بتكون من 6 فرق، كل فرقة بتلعب 10 مباريات بنظام ذهاب وعودة. بعد كده بيتم تأهل أول 3 فرق من كل مجموعة، بيبقوا 12 فريق. بعد كده بيتقسموا لمجموعتين، كل فريق بيلعب الفرق اللي ملعبهاش في دور المجموعات، بياخدوا بعد كده أول 4 من المجموعة الأولى وأول 4 من المجموعة الثانية، وبيلعبوا بنظام بلاي أوف. الأول بيواجه الثاني، الأول بيواجه الثامن، الثاني بيواجه السابع، الثالث بيواجه السادس، والرابع بيواجه الخامس. بعد كده بيلعبوا نصف النهائي والنهائي بنظام بيست اوف 5. يعني الحقيقة البطولة المرة دي هتكون مميزة جدا، وفعلا المتميز هو اللي هيوصل وهيحقق البطولة. بالفعل يا هنا، بالفعل كابتن هيثم، يمكن الأجواء أكثر من رائعة ايا كان نظام البطوله في النادي الاهلي. ان شاء الله بننتظر البطل، كل التوفيق للنادي الاهلي باداء مباراه قويه ومتابعه سلسله انتصاراته ويكون اللقب الخامس على التوالي، ودايما النادي الاهلي يبقى اولا واخيرا. دي كانت اجواءنا هنا من صاله الامير عبد الله الفيصل، الكلمه ليك وضيف الكرام كابتن هيثم اتفضل. زملائي العزيز محمد توفيق وهنا ابو القاسم، الحقيقه ما سبتوناش كلام نقوله ما شاء الله عليكم، بشكركم شكرا جزيلا. الحقيقه تغطيه يعني مميزه من زملائنا في ارض الملعب، وبنحاول بقدر الاستطاعه نقل لحضراتكم كل التفاصيل. يمكن محمد توفيق وهاني القاسم يعني شرحوا بالتفصيل نظام الدوري العام، وانه هنبقى بعد كده 12 فرقه، وهنلعب الثلاثه اللي احنا ما لعبناهمش في مجموعتنا. يبقى عندك انت لعبت دلوقتي خمس، يعني تقريبا يعني نقول عقبال ما توصل للبلاي اوف مش هتلعب من اقل من 15 ماتش على ما يعني تقريبا على ما حسبت يعني. طبعا ده بالظبط، يعني الموضوع دوت يمكن جديد على الكره الطايره السنه دي، ده بيدي البطوله طعم تاني، ان انت لازم تكسب كل الفرق اللي انت هتقابلها، بيخلي البطوله اقوى شويه، ان انت عبال ما توصل للدور النهائي هتكون لعبت عدد كبير جدا من الماتشات، هتكون الفرق المنافسه اتفرجت عليك وحللتك كويس. 16 مباراه كابتن انا حسبتهم، 10 في الدور ده في المجموعه، وبعد كده الثلاث فرق لعبهم رايح جاي في المجموعه في الخطوه اللي بعد كده، 6 مباريات يبقى 16 مباراه. ده لما نوصل للادوار الاقصائيه بعد كده. بالظبط، يعني ده بيخلي برضو الفرق كلها تحفظ انت بتعمل ايه، اللعيبه اللي عندك مستواها عامل ازاي، طلعت فين او نزلت، فيقدر يشتغل عليك كويس. ده بيخلي طبعا عبء كبير جدا على الجهاز الفني، ان انت تعرف تخلي الماتشات تدور اللعيبه في الماتشات، ان انت ما تعتمدش على 6 لعيبه او 8 لعيبه زي ما اغلب الفرق بتعمل،
لا انت محتاج تشغل اللعيبه كلها، تخلي اللعيبه كلها تبقى رجليها في الملعب، علشان عدد الماتشات كبير جدا. هتيجي توصل للماتشات النهائيه هتلاقي الفرقه بتاعتك لو انت بتعتمد على لعيبه عناصر عدد معين من العناصر القليله مش هيقدروا يكملوا طبعا نهايه الموسم، لان الموسم طويل. صحيح. فهتلاقي نفسك لازم تفكر شويه ان انت تلعب ده شويه، تلعب ده شويه، ان انت الدنيا كلها عندك تبقى مظبوطه علشان تعرف توصل لغايه النهائي رجليك الفرقه واقفه على رجليها. صحيح يا كباتن. وخلينا نطلع الفاصل على سائل المشاهدين، هنرجع بعد الفاصل نستعرض مع حضراتكم اسامي كلا الفريقين سواء جهاز فني او لاعبين، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. احب في البدايه انوه ان المباراه هتنقل يعني على شاشتنا طبعا، واللي مش هيقدر يتفرج على شاشه قناه النادي الاهلي يقدر يتابع على البث المباشر على صفحتنا على الفيسبوك، وايضا على قناتنا قناه يوتيوب شانل هيقدر يشوف المباراه لايف. والحقيقه دي فرصه كويسه عشان الحقيقه تقدر تتابع فرقتك حتى لو مش امامك شاشه التلفزيون، ودي لقطات حيه من ارض الملعب. خلاص بدات الفريقين او بدا الفريقين الاحماء بالكره، وان شاء الله يعني تقريبا بالظبط 15 دقيقه من الان وهتنطلق احداث المباراه. اتمنى التوفيق طبعا للنادي الاهلي انه يكمل سلسله انتصاراته. 3-0 في المجموعه ان شاء الله، نتمناها ان شاء الله النهارده ايضا تكون نتيجه نظيفه. اروح لضيفي الكبير كابتن كريم، محتاجين نستعرض مع حضرتك الجهاز الفني لطائره رجال الاهلي. اتفضل يا كابتن كريم. طبعا الجهاز الفني لطائره الاهلي مكون من كابتن محمد مصلحي المدير الفني، كابتن تامر مجدي مدرب عام، كابتن محمود جمعه مدرب، الكابتن خالد ابو زينه المدير الاداري، كابتن ايمن علي اداري الفريق، دكتور ايهاب فخر الدين طبيب الفريق، دكتور سامح ظلام علاج طبيعي، دكتور حسن عبد المجيد مخطط الاحمال، عبد الرحمن مكي مدلك، احمد رشاد مهمات، وكابتن محمود الوزير. يمكن ده الاضافه الجديده على الجهاز الفني المحلل التقني معانا جديد كابتن محمود الوزير. يمكن المجموعه دي كلها موجوده بقى لها 4 أو 5 سنين مع بعض، اللي دخل عليهم جديد طبعا كابتن محمود الوزير المحلل التقني. نعم، نتمنى له كل التوفيق اكيد ان شاء الله، ويمكن كان مع نادي طرائق الجيش السنه اللي فاتت. مظبوط. طب تمام كابتن كريم، برضو استاذ حضرتك نستعرض قائمه طائره رجال الاهلي اللاعبين. اتفضل يا كابتن. تمام. عبد الله عبد السلام طبعا كابتن الفريق صانع الالعاب، عبد الحليم عبو لاعب مركز 3، احمد صلاح لاعب مركز 2، عبد الرحمن سعودي لاعب مركز 3، محمد عصران الوافد الجديد من نادي الجيش ومن القوة الضاربة طبعا ومن اللعيبة اللي صاعدين بقوة لاعب مركز 4، لاعب محمد الحسيني الناشئ واعد جدا لاعب مركز 4، محمد عادل لاعب مركز 3، احمد عبد العال لاعب مركز 4 بس لظروف اصابة كابتن محمد معوض هيلعب النهارده في مركز الليبرو، يوسف مرجان صانع العاب، محمد عبد المحسن وافد جديد من نادي الزمالك لاعب مركز 3، محمد رمضان ليبرو، احمد سعيد طبعا من القوه الضاربه لاعب مركز 4، وزياد اسامه لاعب ناشئ من فريق 19 سنه مركز 2، استكمالا للباقي الفريق كابتن حمزه الصافي لاعب مركز 4 وبرده من ناشئين فريق 17 سنه. المساعد الحقيقه كان لسه واخدين بطوله القاهره أكيد منذ ايام، وحمزه الصافي بالمناسبه كان ضيفنا وكان حصل على لاعب على افضل كاس لاعب متكامل في البطوله. اجي لك يا كابتن حسام، نستعرض مع الساده المشاهدين الجهاز الفني لطائره رجال نادي سبورتنج. اتفضل يا كابتن. كابتن صلاح دهب مدير فني، كابتن احمد اكرم مدرب عام، كابتن اسلام رفعت اداري الفريق، دكتور محمد قرن الطبيب، بلال عامر مخطط احمال، يوسف تامر ده محلل تقني. يمكن يكون المحلل التقني في نادي سبورتنج حاجه جديده شويه، فدي حاجه هتبقى مميزه جدا في لا ما كانش معاهم السنه اللي فاتت، ما كانش موجود السنه اللي فاتت محلل تقني، واستعانوا بداوا يستعانوا بالظبط. يبقى كده بداوا يدوا يعني اهميه شويه للداتا فولي بالظبط. طبعا الشغل هو الفولي دلوقتي بيعتمد على الداتا فولي بشكل كبير، فدي حاجه كويسه جدا ان اغلب الفرق دلوقتي بقت بتعتمد على المحلل التقني، فدي ده انعكس على النتائج يا كابتن. يعني هم دعموا بصفقات، يمكن محمد توفيق وهنا بالقاسم من ارض الملعب ذكروا لينا الصفقات الخمسه اللي جم الاتحاد السكندري وطلائع الجيش و6 اكتوبر. برضه زي ما كان في تدعيمات في الفريق كان في تدعيمات في الجهاز الفني بالظبط كده. ده هيخلي الماتش ليه طعم تاني، هيبقى التحليل في المباريات والمعلومات اللي بتوصل للجهاز الفني وهو في اداره المباراه هتبقى قيمه جدا ان هو يعرف يشغل الفرقه بتاعته بطريقه احسن. ممتاز. طب كابتن نروح على اللاعبين، طبعا دي لقطات من ارض الملعب، وده كابتننا الكبير عبد الله عبد السلام، وده يوسف مرجان صانع الالعاب الناشئ، ما بقاش ناشئ خلاص، هو اصبح لاعب الدرجه الاولى اللي طلع اعاره بتروجيت سنه ورجع الفرقه خلاص، يعني
بتستعد خلاص طالما دخلنا في مرحله القفز والضرب من على الشبكه، خلاص هتبقى ان شاء الله دقائق معدوده وتبتدي المباراه. حساس حضرتك يا كابتن اسامي تشكيل النهارده لقائمه طائره رجال سبورتنج، اتفضل يا كابتن. فرقه سبورتنج النهارده فيها محمود الجنزوري، مهاب اباظه، مصطفى ادريس، احمد ابو حريده، احمد ابو حديده المفروض، محمود السيد عبد السميع، محمد الحسيني عزب، رامي السيد النجار، محمد انس المتولي، عبد المنعم محمد عبد المنعم، نور الدين خالد عبد الهادي، عبد العظيم محمد عبد العظيم، محمد الدعبوسي، فتحي رضا، احمد حسن. يعني يمكن يا كابتن يعني المعروف لينا، خلينا نتكلم بكل امانه وصدق، المعروف لينا في السبورتنج لاعب او اثنين، ولكن ده مش دليل انه يعني وارد جدا يكون سبورتنج بنى فرقه وبالنهارده الفرقه دي بتقدم اعتماد او اوراق اعتمادها بالنسبه للجماهير، جماهير الفولي بول في مصر. فبتهيألي ما فيش احسن ولا يعني فرصه اقوى من مباراه النادي الاهلي انه اللاعب في نادي سبورتنج يقدم اوراق اعتماد ويقول لا يا جماعه انا هنا، انا احنا بقينا فرقه كبيره، احنا نقدر ننافس. يعني بتهيألي النهارده مباراه مهمه وفي دوافع كبيره لنادي سبورتنج يا كابتن. اكيد دوافع كبيره جدا لكل لاعب، خاصه ان انت بتلاعب النادي الاهلي. المباريات دلوقتي بقت متذاعه على التلفزيون، فمعظم اللعيبه دلوقتي بقت بتتشاف، فكل لعيب عايز يسوق لنفسه وكل لعيب عايز يثبت امكانياته ومهاراته ويبين للناس ان هو لعيب كبير. يمكن كمان المباراه مع النادي الاهلي بيبقى عندها دافع كبير قوي ان هو عايز يثبت ان هو لعيب يستاهل ان هو يلعب في المكان ده وينافس النادي الاهلي. فطبعا دي بالنسبه لهم دوافع كبيره جدا ان هم يقدموا مباراه كبيره اكيد امام حامل لقب النادي الاهلي. وطبعا يعني انا شايف ان هو يمكن سبورتنج من وجهه نظري يعني ان هو طالما مضمن 5-6 لاعبين جداد هو محتاج مباريات كتير عشان يبقى فيه هارموني. فاتصور نادي سبورتنج مع المباريات اداؤه كمان هيتحسن، يعني يمكن في الدور الثاني مباراتنا اللي هتبقى او العوده اللي هتبقى هناك في نادي سبورتنج هتبقى اكيد افضل من النهارده. يعني كل مباراه بيلعبوها سبورتنج اكيد هيكون افضل. أكيد طبعا أكيد. اكيد اكيد. طب كابتن خلينا نتكلم عن يعني مشوار الفريقين، يعني يمكن احنا كنا قلناه في البدايه وهنقول مثلا يا كابتن حسام مشوار النادي الاهلي في المجموعه الاولى لعب مين في الجوله الاولى في الثانيه الثالثه الرابعه والنتائج كام، وايضا مشوار نادي سبورتنج في المجموعه الاولى برضو كان ايه بالظبط. اتفضل يا كابتن حسام. انا بس عايز اضيف على كلام كابتن كريم ان في اثنين لعيبه مهمين جدا في نادي سبورتنج، مصطفى ادريس لاعب مركز اثنين اشول وطويل جدا ولعب منتخب مصر في الناشئين وانضم شويه لمنتخب مصر الاول، وفي اللاعب محمد الدعبوسي لعب في نادي الزمالك ولعب نادي الجيش ولعب في نادي بتروجيت. مركزه ايه يا كابتن؟ مركز اربعه ولعب منتخب مصر في بطوله عالم فناشئين ومنتخب اول. يمكن الاثنين لعيبه دول هيبقوا قوه ضربه جدا في نادي سبورتنج، وطبعا رامي النجار ليبرو الفريق، ليبرو مميز جدا ولعيب عنده خبرات كبيره مع نادي سموحه ونادي الاتحاد، فبالتالي الفرقه هتبقى قويه جدا وعندها فولي كويس، هتبقى منافس شرس شويه للنادي الاهلي. بالنسبه لمشوار النادي الاهلي في البطوله، الاهلي فاز على الاعلاميين 3-0، وفاز على الزهور 3-0، فاز على اسكندريه البترول 3-0، فاز على اليوبلس 3-0. دول الاربع جولات اللي لعبهم النادي الاهلي. بالظبط دول الجولات اللي الاهلي لعبها. يمكن النتيجه واحده 3-0 مخليه في اريحيه شويه ان احنا الحمد لله راكبين الدوري من اوله، وكل الفرق بالنسبه لنا يعني لحد ما مستواها اقل شويه من عندنا. نعم. طيب ومشوار سبورتنج كابتن كريم يمكن محتاجين برضو نستعرضه مع الساده المشاهدين. يمكن نادي سبورتنج بدا مباراه الدوري بالفوز على نادي الزهور 3-1. نعم. وعلى نادي في المباراه الثانيه على نادي اسكندريه البترول بنتيجه 3-0. وعلى نادي هليوبلس بنتيجه 3-0، واخر مباراه فاز على نادي الاعلاميين بنتيجه 3-0. يمكن نادي سبورتنج كسبان كل مباراته 3-0 ما عدا اول مباراه مع نادي الزهور هي اللي كان كسبها بس 3-1، كان خسر شوط واحد بس. بس يمكن ده برضو ياكد كلام حضراتكم ان احنا سبورتنج مباراه بعد مباراه بتتحسن مستوى يعني تدريجي. يعني في اول مباراه خسر شوط ولكن الثانيه والثالثه والرابعه مع احترامنا لكل المنافسين ما خسرش ولا شوط. يمكن كان اقوى مباراه كانت هليوبلس، انا ما اعرفش لعبوا بره ولا جوه، ولكن بيتهيألي هم لعبوا مباراتهم بتاعت هليوبلس هناك في اسكندريه، فهو ده كان يمكن اختبار حقيقي ليهم في نص المنافسات. وخلينا استعرض مع حضراتكم برضو ترتيب المجموعه عشان برضو حضراتكم تبقوا عارفين. يمكن برضو استاذنك يا كابتن حسام لو ترتيب المجموعه مع حضرتك بحيث نعرف مين ليه ايه وعليه نقاط، يعني ترتيب كل فرقه وعدد النقاط وليه وعليه عشان برضو نستعرضه مع الساده المشاهدين. اتفضل يا كابتن. في المركز الاول طبعا النادي الاهلي لعب 4 ماتشات فاز في الاربعه بنتيجه 1-3-0،
المركز الثاني بس ليه كام نقطه يا كابتن؟ يعني برضو الجدول اهو الاهلي ليه 300 نقطه وعليه 166 نقطه. 366 تمام. سبورتنج في المركز الثاني برضو اربع مباريات اربعه فوز مفيش هزيمه غير شوط واحد من نادي الزهور ليه 322 نقطه عليه 267. ويمكن هو جه في المركز الثاني نتيجه الشوط اللي خسره بالظبط. وكمان يعني النقاط لصالحنا، فرق الشوط اللي هو خسره دوت هو اللي مخليه السكور بتاعه شويه بعيد في الجيمات اللي جت النقط اللي جت عليه بعيده شويه عننا. في المركز الثالث هليوبلس لعب اربع مباريات فاز في اثنين وخسر في اثنين ليه 254 نقطه عليه 251. في مركز الزهور في المركز الرابع برضو كسب اثنين وعليه اثنين ليه 323 نقطه عليه 368. هتبقى يمكن المنافسه بين الزهور وهليوبلس هتبقى قويه شويه على المركز، مين هياخد المركز الثالث عشان يطلع المجموعه الدور الجاي. الزهور وهليوبلس. الزهور وهليوبلس هيبقى ماتش بينهم وبين بعض قوي جدا. مين اللي كسب الجوله الاولى؟ يعني الجوله اللي احنا فيها بين الزهور وهليوبلس مين اللي كسب؟ بيتهيألي ان الماتش ده هيبقى النهارده. النهارده؟ فده بشكل كبير هيحدد ملامح مين الثالث. هيحدد مين هيبقى الثالث. وهنستنى الدور الثاني في نفس المجموعه. تمام. المركز الخامس اسكندريه البترول، دي مفاجاه جدا طبعا. اسكندريه البترول تقريبا اول سنه السنه دي في الدوري الممتاز. صحيح. هي خسرت الاربع مباريات بتاعتها بس في ماتش منهم خسرته 3-2، يعني الماتش كان قريب كان ممكن تفوز بيه. عليها 249 ليها 249 نقطه عليها 327. المركز السادس الاعلاميين، رجع طلع تاني برده من دوري الدرجه الثانيه، كان هو موجود من سنتين ثلاثه في الدوري الممتاز ونزل، ولسه السنه دي برده اول سنه يطلع. خسر الاربع مباريات بنتيجه 3-0، خد شوط واحد بس في البطوله ليه 254 عليه 323. يمكن يا كابتن يعني برده دي احنا استعرضنا معاكم المجموعه الاولى، النادي الاهلي وقع في المجموعه الاولى ودي كانت نتائجها، وزي ما حضراتكم شايفين ان زي ما قلنا في البدايه النادي الاهلي وسبورتنج بيلعبوا على صداره المجموعه، ودي الحقيقه يعني اهميه المباراه ان انت محتاج تفرض سيطرتك على المجموعه وفي نفس الوقت توضح ان انت طالع الدور اللي بعد كده في تدرج المباريات تبقى الامور بالنسبه لك اسهل كتير. زي ما حضراتكم شفتوا مع ضيوفنا في بعض الغيابات ان شاء الله مش هتاثر معانا، واستعرضنا قائمه الفريقين. ولكن يبقى السؤال هنا يا كابتن، يعني كابتن محمد مصالح ميدو يمكن عانى السنه اللي فاتت من عدم انتظام الدوري، عانى السنه اللي فاتت من الغيابات، وعانى من مش عارف كان يعمل ايه في تخطيط الاحمال، ولكن المشكله دي السنه دي مش موجوده في اتحاد، في استقرار في الاتحاد، ما كانش مش لجنه مؤقته، ولكن دلوقتي في شكل واضح للدوري. فهل ده هيبقى ليه انعكاس جيد على المنتخب ولا لا؟ يمكن من احسن حاجه اللي عملها الاتحاد الجديد اول ما مسك بعد الانتخابات ان هو حط الشكل الكامل للدوري يمكن شويه بالمواعيد والتواريخ، فدي ادت اريحيه شويه للمديرين الفنيين في كل الفرق ان هي تعرف تخطط الاحمال بتاعتها بشكل علمي، يعرفوا هيبداوا امتى، هيعرفوا هيخلصوا امتى، يعرف فترات الراحه في بين الادوار قد ايه. الموضوع دوت هيخلي الدوري يبقى شكله احسن شويه، هيخلي ان المدير الفني عارف هيطلع بالحمل امتى، هينزل بالحمل في انهي وقت، هيعرف يخلي يعرف يلعب بال 18 لعيب اللي عنده في القايمه عشان يوصل للدور الاخير اللعيبه واقفه على رجليها، هتعرف تأدي الادوار النهائيه بشكل كويس. صحيح. وخلينا نقول برضو انه يعني السكواد الكبير او العدد اللاعبين ده مدينا اريحيه كده، يعني على قد ما نقدر يعني جبنا لحضراتكم كل الجوانب الفنيه. طبعا بشكر ضيوفي، وخلينا نروح لارض الملعب صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره لنقل احداث مباراه الكره الطائره رجال في اطار الجوله الخامسه من الدوري العام لكره الطائره رجال ما بين الاهلي وسبورتنج، ومعلقنا الكابتن عزب الشرباجي، فالى هناك.